سهيل وقع لأنك أنت دفشته، وهو هلأ بغيبوبة. نحن لازم نساعده بأي طريقة، لازم يتعافى على الآخر. إيه؟ أنت بس لهيك عم تساعدي يعني؟ ولا في أسباب لمساعدتك له؟ أنت بدك تعرف الأسباب. أول سبب هو إنه سهيل ساعد عيلتي وساعدني كتير بكل أوقاتي الصعبة والقاسية، هو ما تركني أبداً. تاني سبب اليوم أنا عايشة سبب سهيل وبس. تالت سبب سهيل بهي الحالة سبب زوجي، زوجي اللي دفشه. إذا صار له أي شيء لسهيل أنا ساويت عهود الزواج معك ياش، وأنا بعرف إنك مزعوج مني هلأ، بس أنا ما رح أخذلك أبداً. انت مو شايفني قديش انا صايره ضعيفه؟ انا ما بقدر احمله لهذا الصحن. يلا لو سمحت تعال وطعميني. شايفة شروطي؟ كاران دايماً مشغول فيني وبصحتي، لأنه يعني لازم يكمل واجباته كأب حقيقي لأبني. كاران بيعتني فيني منيح، لازم يحس الجنين بوجود أبوه. ماما عم تحاكيني بهالوقت. ألو؟ إيه ماما؟ كيف؟ سهيل منيح ما؟ سهيل؟ ماما أنا رح أجي. سهيل، سهيل بترجاك أصحى. سهيل أنا بعرف إنه أنت عم تسمعني، أنا عم ناديك يا سهيل. يلا قوم احكي أي شي سهيل. أنت كثير عنيد، لما قلت لك تضل بعيد ضليت تلحقني، وقت قلت لك خليك ساكت انت ضليت عم تحكي، وهلا انا عم اقول لك احكي، ليش ساكت وما عم ترد؟ ليك الكل هلا بدهم يسمعوا صوتك، امك وعمتك وجاري وانا، نحن اكتفينا من سكوتك سهيل.